momenteel geleden. De meeting van de dokter, waar we nu nog een kopje van hebben. Geen meer reflection, refraction, dielectric, reflection van de dokter. Het is toevallig om de koning van de dokter te gaan in de GS-linie, en dat is de linie van de hoog. De oude man heeft een transition van medium to day. De transition van medium to day, dat is echt niet voor de linie met twee. Het zal maar reflection, reflection, refraction. Familien نتكلم على الطب الكليين اللي هي أول حاجة أبسط حاجة اللي عندي لون الأسود يعني لازم أعملهم كده على بين ميديم تيب إلكتريك لكن بس التاني وأشوف اللي النورمال الأسود ده هو قد إيه الريفليكشن اللي هيحصل ريليشن تيب أو ريفليك ويف تيب هيبقى عامل إزاي ريفليكشن وبعد كده هناخد نتكلم على الفيس بتاع الاوبليك اسم لازم بشكل مانجي بس مش نورمال لا في عندي انجل بريسنس على الكونداكتنج جراوند دي او الكونداكتنج ميديا واشوف برضه الكلام ده وبعد كده عندنا في الحاله دي التوبولاريزيشن نتكلم عنه بعدها تو فيس اللي هو بنسميها الميكروبولاريزيشن بدل البولاريزيشن بعد كده نيجي ناخد الكيس بتاعي عندي بدل الميديم اللي تحت ده بيرفكت كوندكتور او بيرفكت كوندكتور ليه؟ ان هو يبقى عندي دايركت ميديم يعني من دايركت لدايركت تاني فانا هنشوف اللي هو الفلون بتاعي الريفراكشن او الريفراكشن ازاي فهناخد الكيس الاولاني اللي هو النورمال اسم وبعد كده برضه انستنس متراجع اللي هو بنسميه ستريك اسم وفي حاجات ثانية بقى بتظهر في الحالة دي اللي هو بيعرف الكلوستر انجل والتوتال ريفليكشن من الميديم دوت والانجل بس بعدها بتتكلم عن ايه كل الكلوز دي بتتكلم عن مين الريفرنس بتاعنا في شوية بقى اللي انا شايف هتلاقي الكلام ده مشروع تفاصيل قوي في كتاب تشينج احنا يمكن بنتنقل بين كتابين الجزء الاولاني في الكورس كان الدور من ضمن الجيب اللي هو بيدي فاونديشن ليف داينامكس او ليف داينامكس عموما الجزء بقى اللي هو بدايه الابلكيشن اللي هي زي الكوبريشن والكونكشن والترانسميشن والكلام ده كله كله من الايه؟ من الجزء الثاني او الثالث اللي هو يا ريت ان انتوا برضه ايه تبقوا تقروا الكتاب وتشوفوا هذه في درجة مع الهيدلاينز اللي بتتحرك طيب الدروب الأولانية أو الكيس الأولانية اللي عايزين نشوفها اللي هو النورمال أسيد أبسط حاجة اللي يبقى عندي فيرت كونداكتور ريجن والريجن الثانية ميديم فيرت دايلكتريك بمعنى آخر الكونداكتور بتاعته زيرو وعايز أشوف الإيه الريفليكشن أو لو أنا عندي مين وين عارفين يعني دلوقتي يعني دي مين دي مين عارفينها الحرف دي او بعدين عندي
10 او 5 فيس سمونا عن الليل اللي هو نورمال بين النورمال على الكين بوكيشن. تمام؟ ده الفيجوال بيكتشر بتاع الليل في ايه؟ انا عندي بقى الكين بوكيشن بس في كيان معين والليكتر في الميكتر في بيرفيكتور عاد كيان بوكيشن والاثنين موجودين في الجيم اللي هو كونستنت فيس سيرفس بتاع الليل. وعلاقه مين الاتش كمان كنا قلنا ان الاتش ممكن يجي من ايه او ايه الاتش اللي هم الاتش عباره عن اي دي بلس نيجاتيف دي اوفر ايتا بتاع النيجاتيف ايتا اللي هي الريسك اللي هي اسمها في الميديم اللي هي جهاز الاي واي اس بتاع الاي دي واي اس. ده كلام خاص بالليت ميديم. طيب لو جيت اطبق هذا الكلام على البروجيشن اللي عندي الليت تي ام ويف جايه من ميديوم 1 وهتيجي تلاقي ابروبلي كده على الزد السيجن فجاه الميديوم اختفى. ده بيرفكت كونفرتيزي في فالراب تشينج ده او الترانزيشن الفظيع ده بيبقى في ايه؟ بيعمل ريفليكشن زي ما انت بتجيب كده كوره وهي ماشيه في طريقها كده تدفع الحيطه هي ماشيه في طريقها. لو قلنا مثلا كمان كانت مثلا ماشيه في كونسول مصري زي الفل لحد ما في فجاه تلاقي ايه؟ حيطه قدامنا ويحصل لها زي كوليشن تبتدي ريفليكت جاب ترجع زي العكس تيجي انها لقيت باوندري بتقول لها ما ينفعش تعدي الايه؟ الحته دي. تمام؟ ده السبب ان هو عكس المومنتم بتاعها ترجع لي الايه؟ اليونيفرسال. هي نفس الكلام هيبقى عندي انفينيت ايه؟ انستنت او ماشيه في الميديم نمبر 1 دوت اللي هو جي اس ميديم بتبقى تيك زيرو كويس فجاه هتلاقي الكوندكتيفيتي دي انفينيتي بمعنى اخر كلها مش من حق الويب انها تكمل هنا في لازم تبقى زيرو جوه الكوندكتيف ميديم. فالويب دي تعمل ايه او هيمشي على كده ايه؟ بيبقى عندي انذر افكتيف ويب بحيث انها تطبق او تساتسفاي كونستريت اللي اتحط دلوقتي او داون كونديشن اللي ايه؟ اللي مفيش فيه جوه الميديم. تمام؟ طيب قد ايه الافكتيف ويب دي اللي هي النيرتيف الاسنت ويب؟ ده اللي هنحاول نعرفه دلوقتي. لو قلنا مثلا الريزنتيف الاسنت دي وحطينا اكسنس كده وتحديدا حطينا الاكسنس بتاعتها بحيث الاكس واي بلين يمثل اللي هو الانترفيس اللي هو مليون 1 ومليون 3 ومليون 2 واللي هي الفكره بتاعتها. والزد اكسس جوين تو ذا رايت ده مش فاكر يبقى عندي الاكس والواي بحيث ان الاكس كروس واي بين الزد اللي هو يبقى عندي في رايت هاند الواي يبقى ايه؟ خارجه بره الجول اللي عندي او السبيد. يبقى لو جيت قلت ليتر فيد مثلا الانستنت ويف اللي هي الانستنت ويف اللي هي ويف ويف جنب الزد المفروض كده يبقى لو جيت قلت ليتر فيد رايت هي الاكس يبقى اوتوماتيكال لازم يبقى رايت هي الايه؟ الواي such that you can perfection من الريليشن لو جاب الزد. لو جيت اترجم الكلام ده يبقى ترجمه ترو ريليشن. لو قلت في انستنت الناس ده ويل ايه ده ممكن زد ممكن بقى برايت هي الاكس ويل بيرفكت هي الاكس في سيرت امبليتيود اي نوت اي في اي في ماينس جي بيتا 1 زد اللي هي تمثل بروجريشن في اتجاه او بروجريشن اكس هي الزد اللي هي بروجريشن معاها. هيبقى اكونتنج هيل اللي هي اسم دي هيبقى عندي اتش اس ام اللي هي تتكون في ام ويب عباره عن ايه اتش اس ام هتبقى هي الاي انستنت بتاعتي كروس الاي اوفر اي. الاي انستنت اللي عندي اللي هي الزد يبقى عندي اي زد كروس الاي انستنت اللي هي كروس الاي دي هي الاكس او كروس الاكس يعني هيديني الاي واي وبالتالي اكشن هتبقى طبعا عندي هي الايه؟ الاي واي الاي واي والمجموعة كده هتبقى عبارة عن كام؟ الاي انستنت على الايتا بتاع الميديم اللي ماشية فيه ويف اللي هو ميديم 1 اللي هو اسامي الانفلس اللي هي بتاعته اي تو يبقى عندي هنا اتش اس عباره عن اي واي اي اس
poderia falar, nefse do mesmo caso, do outro vai deixar de fazer. Negative Shanghai, and then also, and namely, Malaysia, in the opposite direction, and on the right, the FDA. Alright? If you need that, you can go and then add the reflected way, the linear number one. بس المهم في ايه؟ كل يختلف ان احنا موجودين في النيجاتيف زد. في الدوريشن اثنين النيجاتيف زد دايركشن. وهلاقي ان انا عشان ساتسفاي باوند كونديشن. طب انا مثلا لما في ار دي هتبقى جايه من ريسبونس كونستريتس او باوند اللي انا حاططها عند زد بزيرو. اللي هي تحديدا الباوند كونديشن معانا ريفر كونداكتور جاي المفروض كام؟ يو اتش بزيرو. الاي تانجنشن لازم تبقى بزيرو. الباوند كونديشن عندي هنا الالكتريك تانجنشن من بيرفكت كونداكتور جاي تبقى كام؟ ايدنتيتي زيرو. اللي هي ممكن نكتب الكلام ده من اي نوع تانجنشن زيرو. طيب الالكتريك فيلد في ميديم 1 هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عبارة عن الانتر فيد بتاع الانستنت ويف بلس الانتر فيد بتاع الريفلكتد ويف. يعني هيبقى عندي تو ويف سوبر امبوز على بعض. واحدة الانستنت اللي هي الانتر فيد بتاع الانستنت ويف وانذر ويف اللي هي الريفلكتد اللي هي الانتر فيد. والريزلتنج توتال فيد هيبقى سوبر بوزيشن تو ويف سوبر. يبقى عندي تو ويف بتاع الانتر فيد هو عبارة عن سي انستنت بلس وبالتالي عشان يبقى عندي اي توتال زيرو عندي باوند لازم الريفلكتد ويف تبقى هي نفس البولاريزيشن بتاع الانستنت ويف عشان تكنسله. ما فيش معنى ان يبقى عندي الريفلكتد ويف ليها بولاريزيشن مثلا فيها الواي تكنسل مين؟ لو هي فيها الواي هي اللي هي نسبة زيرو لان ما فيش كومبوننت الانستنت ويف فيها الايه؟ الواي. لما هي هتبقى لك كومبوننت في جي اكس ساتش ده انها تكنسل الكومبوننت بتاع الليكتر في اللي في جي اكس عند زد بتساوي زد وبالتالي اتوقع الاي ريفلكتد يبقى لها كومبوننت في جي اكس لو كانت كده بس الامبليتود لسه مش عارف اللي هو اسميه اي نوت ار يبقى انا عندي ريفلكتد ويف وهيبقى ويف اللي في النيجاتيف زد دايركشن ويف ريزيشن بتاعها زيها زي الانستنت ويف اللي هي في الجهه الاي اكس تمام والامبليتود بتاعها اي ار لسه مش معروف بالنسبه لي. العامل ار عباره عن اي اكس اي ار ايكو بلس جي بيتا 1 زد على اساس ان هو جاي في الكليه زد تمام. الاتش ار اكمل هنا تبقى عباره عن الدايركشن بروجيشن اللي هو في الحاله دي ماينس اي زد كروس بولدر مع الكريتيف فيلد اللي هو الاي ار على الايتاليزي بتاعت نفس الميديم اللي هي ميديم 1 صح؟ ماينس اي زد كروس الاي اف اللي هي ماينس اي 1 تمام؟ وبالتالي الكريتيف فيلد هلاقي ان هو عباره عن كام؟ بتاع الكريتيف فيلد ماينس اي واي اي نوت ار بيتا 1 بيتا 1 جي بيتا 1 زد. يبقى بقى عندي هنا ايه؟ يبقى عندي تو ويفز كل واحده فيهم هي في الحقيقه عباره by itself هي solution ل max equation. واحدة فيهم موجودة في بوت زد والتانية موجودة في كوميت زد. الاثنين هيتعاملوا مع بعض أو يقابلوا بعض such that is a spiral bound equation. تمام؟ وده سبب تواجد الكوميت زد. فالاثنين لازم ايه؟ يكونوا مع بعض بحيث ان انا عندي يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي توتال فيلد في الريجن الاولانيه بهذا الشكل وكده في العارف في الريجن الثانية اللي هي الباك كونتاكتور يبقى كام؟ زيرو مفيش فيه جوه الكونتاكتور كده بس ترانزيشن من هنا لهنا دايما الاي تانجنشال بتبقى كونتينيوس. ده يمكن يبقى فيه ديسكونتينيو تمام؟ وبالتالي لو الاي تانجنشن في الميديم نمبر كان زيرو يبقى لازم الاي تانجنشن على بيرفكت كونداكتور يبقى ايه؟ في الميديم نمبر كان مرض وده الباوند كونديشن اللي انا هحاول اعمله.
لو جيت اجيب الاكش بقى هتلاقي ان انت عباره عن كام؟
بدل الماينس ساين دي هيبقى الماينس ايه من ار، لكن لو هيبقى عندنا هنا ايه بلس ايه من ار جاي واي بنقسم على ايه تراب. ايه كام؟ دي توايس كوساين فاكتور. يبقى كام؟ 2 اي واي اوفر بيتا 1 اي من اي كوساين بيتا 1. يبقى ليه بنقول هنا ان ده السبيشال بيز بتاع الساين وده كوساين. ماشي الحال؟ طيب لو جيت الكلام ده بقى اتمنى شويه واديك ايه يفيد كانستنتينيوس فيز، يعني اجيبه في التايم دومين حول الفيز للتايم، طبعا لما جيت فيز كان خالص تقدر نجيب ايه الفيز نضربه في الجيومتري ناخد الريال بار نجيب ايه انستنتينيوس فيز برضه في سبيس التايم تطلع لنا في الحاله دي الليكتريك فيز اللي هي الاوبنس بتاع الساين اللي هي اللي بتبقى باينر جي ولكن هناك اول حاجه في التكنيك الباهي ان البالانس بتاعك مع التايم واحده ساين واحده كوزاين او كانها تايم كوادشر مع بعض. لما الالكتريك فيلد ده يبقى مينيمم يبقى المغنيتيك فيلد ده ماكسيمم والعكس. تمام؟ في كيس ده 90 درجه بين بين نمبر 5. تمام؟ لو جيت ارسم الفاريشن بتاع الالكتريك ماجنتيك فيلد كده مع زد وادي ديفرنت انس للمصادر. طيب اول حاجه لو جيت اشوف الالكتريك فيلد هو الوف الاكس فهو مالوش الا قنبله واحده اللي الوف الاكس. لو جيت ارسم القنبله دي الفاريشن بتاعها مع الزد طبعا لازم عشان ارسم الفاريشن بتاعها مع الزد لازم اخد ايه؟ انستنت اوف تايم لحظه معينه لحظه. تمام؟ فلحظه معينه ممكن اختار لو اخترت تي بزيرو هيبقى كام؟ زيرو يبقى تي كله بزيرو اللي هو الخط الهورزونتي لو اخترت لحظه ثانيه وليكن مثلا اوميجا تي بتساوي باي الخط هيبقى ايه؟ تي ده ماكسيموم المفروض بقى الساين ده ماكسيموم اوف 1 وبالتالي الفاريشن بتاع الكابتن كيو ده هيبقى عباره عن كام؟ 2 كيلو اي ساين بيتا 1 زد اللي هي هتلاقيها الكيرف اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي هو تحت اللي هو تحت بعدين يطلع طب ليه تحت؟ لان في الحقيقه تلاقي انت لما تتعب اولا عن زد بزيرو هيبقى زيرو لما تجو تو ذا ليفت يبقى انت ايه؟ الزد بتروح للنيجاتيف فاليو وبالتالي الساين هتبقى ايه؟ نيجاتيف فاليو فاهم الشكل؟ لحد ما الزد تبقى كام؟ ما تحسبش ده البيتا زد بتساوي كام؟ بار او زيرو يبقى عندك عند البيتا زد بتساوي بار اللي هي لو جينا نشوف الميديا نمبر 1 البيتا 1 دي اللي نقدر نكتب انها عباره عن كام؟ باي اوفر لامدا 1 اللي هي لامدا 1 اللي هي الويف ليست بيتا نمبر 1 البيتا 1 اللي هي لامدا مكتوبه اللي هو اوميجا على سي اللي هي نفسها 2 باي اوفر لامدا 1 اللي احنا لو نفتكر بين بروفيشن اللي هي السبيشال ريليس بتاعت الايه؟ لينك هي مهم في البيتا نمبر 1 اللي هي لامدا 1 اللي هي سي على اف في البيتا نمبر 1 او فيز بوك على الفريكونسي بتاع البيتا نمبر 1 فعندي لو الديستنس دي راحت لامدا 2 الاقي البيتا الزد بتروح لكام؟ باي او ماينس باي تحديدا وبالتالي الساين دي بتروح لكام؟ زيرو زيرو تمام؟ وبعدين لو بعدت اكتر زي مثلا عن بحيث ان البيتا زد تبقى كام؟ تبقى ماينس 3 باي اوفر 2 والاقي ان انا بروح لكام؟ الساين هتبقى ايه؟ بلس 1 وهكذا. بلاقي الكلام ده بتتكلم بهذا الشكل هيحصل عندي نودز بقى النقط اللي عندها زيرو دي بنسميها نود فيلد نودز هتحصل امتى؟ عندي زد بزيرو وماينس لمبه على 2 وماينس لمبه وماينس 3 لمبه على 2 يعني عموما عندي ماينس ان لمبه اوفر 2 يبقى عندي زيرو في الايه؟ في نفس الوقت اللي هيبقى عندي ماكسيمم بمين؟ بالميك فيلد لان الفيلد فاريشن مع الزد كوزاين وبالتالي الزيرو اللي هنا هتكون سبوند
blind and mob. With ZPN, you add minus y equal to sine of minus 1, which is computed as a maximum of a in space to y, that's omega equal. And for my case, all the nodes they have corresponded to b and the a. Right? طبعا مع الفاريشن بتاع التايم ايه الكلام ده بدا ايه يتغير او كان السترينج دي تبدا ايه توسليت يعني بتاع بدات فوق مع التايم وبعدين يرجع تاني توسليت تحت وهكذا وكان دي الاوسليشن بتاع كل المراكز اللي ايه اللي بتكتب والمغناطيس فيه بسرعه يبقى هيظهر عندي دلوقتي نودز الكتريك فيلد عند ان الوضع على ايه وهيسمى النقطة في المجالي فيه النقطة الثانية اللي بتساوي زيرو اللي هو عندها كوزاين برضه زيرو اللي هي عندها كوزاين قبل بتاعت كوزاين لازم تبقى كام؟ اود مالتبل من باي اوفر 2 اود مالتبل من باي اوفر 2 اللي هي بنكتبها اللي هي ماينس 2 ان بلس باي اوفر 2 باي في ماينس لان الزد ده كده في ده نيجاتيف ما عنديش حاجه تديني بيتا زد بوست بيتا زد بوست جوه في ده وعند كل النقط دي هيبقى عندي دايما ايه؟ هيبقى عندي ايه؟ المفروض نودز برضه اللي عاملين فيه وفي نفس الوقت ماكسيمم اللي هي كورسبوند النقط دي كام بقى؟ طالما الفيتا عباره عن 2 باي في نمبر 1 هنديني ازاي تبقى عباره عن ايه؟ دايما اوف مالتيبل نمبر 1 تمام؟ يعني عندي نمبر 4 ما يسمى نمبر 4 3 نمبر 4 minus دكتور هو كده هو في سيرفيس كارنت هنا ولا بنتكلم عنه طيب لو جيت اخد مثال على كده في حاجه مثال كل الاختلاف بينه وبين المثال اللي قبل كده ان هو غير الفورم ايه المثال ده؟ ده مثال مثال موجود عندكم في المفروض في التشين يقول لك عندك اواي بولارايز فور لينير طبعا عشان اي حاجه زي كده اول حاجه اعملها زي ما في اي بروبلم ان انا سكتش بروبلم دي احول الخيال بس هو بيديك معلومه كمان بيقول لي واي بولرايز يعني ايه واي بولرايز؟
ايه في تجاره الجوانيشن. احنا قلنا ده ايه الجوانيشن بتاع الويف، هو الدايركشن بتاع الويف. وخدنا ودرسنا اكتر من نوع الجوانيشن، اقصد لينير جوانيشن، بعد كده سيركل جوانيشن، بعد كده اتكلمنا على الليفتال جوانيشن في جنرال تايب جوانيشن. فهنا بيجي الواي بولايزيشن، معناها ان الواي دايركشن. وبالتالي عشان يبقى دوت ايه في يوم البيت هيبقى عندي المريض في دماغي بالذات نفس الكلام اللي يبقى عندي في شكل البيت اللي هي عباره عن ماينس من حق اختار بقى ايه اللي انت بتقول ده ميوت ايه اقوى داون. ازاي بقى التنفيذين دايما هناخد دايما الريفرنس بتاع الايه اللي كانت في نفس الدايركشن بتاع الايه ده. تمام؟ فهناخد الريفرنس دي بتاعت الريفرنس دي لو عايز تغير في هذا الشكل، والتاني عندي الاكشن بتاعتي بحيث انا عايز ده كده قسم ده شويه من الريفرنس قسم الايه؟ الريفرنس دي بقى انور على البورد يعني اكشن. مش حاجة؟ بدل ايه اسمها الاتش اسمها؟ طيب اتايب الكلام ده كويشن او اكسبريشن بقدر اكتب ايه اسمها؟ اقدر اقول ده انور اسمها في اكسبريشن ويتم ويتم بوست الاكس اللي هي عندنا جي بتاع واي اكس وبرزيت الثاني واي ده اسم ويتم في موجود ده الاتش اس اللي هي اللي هجيبها من السبيشال فوق ده يونت جاب ويتم بالنسبه للاسم في موجود ده ايه دي سبسكريبت عندي اي اكس يبقى اي اكس نص اي دوت اوفر ايتا 1 دي اتش اس او مع رقم دي في الاي على ايتا 1 دي ماينس جي ايتا 1 اكس. طيب نفس الكلام بالنسبه للريفلكتد ويف، كل يختلف من اتجاه الويف انت من اتجاه ايه؟ الماينس اي اكس. يبقى الايه ريفلكشن ضرب ريفلكس دايركشن اوف وين اوف واي وين اوف ار لانه بيت اكس يبقى نفس الاكسبريشن دوت بس هيبقى عندي الاي دي اللي هي الريليشن اللي هي الريليشن اللي هي الريليشن اللي هي الماينس اي اكس، وبالتالي يبقى عندي ماينس اي اكس بلس اي اللي هو في الواي اللي هو ماينس اي زد. جبت الكلام ده اللي هي ماينس اي اللي هو ار بيتا 1 بيتا بلس جي بيتا 1 اكس جنب اي. يبقى الـ E total عندي عبارة عن كام؟ يبقى الـ total في
الدايمنشن بتاعت كام 0 عن اكس كام 0. دلوقتي ثاني ويب ده حضر له
خلينا واحدة لسه في تفاصيل كتير. الناس سألت على الكرم هيمشي في حاجات كتير لسه هنتكلم عنها. يبقى انا عندي بس قال لي كتير في ريجن نمبر 1 في فيزو. طيب لو انا عايز الانستنتيشن ده كل ده فيزيكس لان في انستنت والاتش انستنت والاي ار والاتش ار والاي 1 والاتش 1 اللي هي التفكير كل دول فيزيكس. لو حبيت اجيب الانستنتيشن انا بفكر دي لسه هاخدها ايه؟ بفكر دي لسه هاخدها ايه؟ أول حاجة الانستنت ويف نسميها بقى ايه؟ في ستريب اللي هي تبقى فاضية في ايه؟ من السبيس والتايم. هي تبقى عبارة عن كام؟ ساين لو ده فيزو يبقى الاستنتينيس انت عبارة عن كام؟ اي نود اي ساين اي نود اي نود اي صح في اي نود اي دوت هيقعد يقول بتاع 6 فين اي نود اي ده 6 ملي فوق بايه بالميتر او 6 ل 6 سنت ل 3 ساين ساين بي اكس دي كوساين ساين 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 بي ساين فيس فيس بتاعي لا بتكلم على الاس اي مش في الدكتور بتاعتك في الانستنت بتطلع في تايم بيجي تايم اكس ماينس الانستنت بس يعني تمام الانستنت بس كوساين اوميجا كوساين بيساوي الانستنت بتاعي ماينس بي اكس ماينس بيتا وان كل ده من رايز عشان السوبر بوزيشن او النتيجه النهائيه بتاعت الفيلم اللي هو
يعني هي اي 1 then instantaneous function a فيجر ده برافو في الترجمة بس انت تقول لي الفرق هي تديها هنشوف ان هنا
هو ده الريليشن بتاعي. دايما باخد الـ N وز الـ H في الريجن اللي بره الكوندكتور، يعني الـ N دايما بيبقى نورمال على الكوندكتور في الـ في الريجن الأوت بشكل صغير. تمام؟ بس إن يبقى عندي N وز H في الريجن بشاور على الحتة اللي فيها الـ في N وز H، N اللي هنا هتبقى كام؟ الـ N اللي هنا اللي هي ماينس إيه؟ يبقى جي اس دوت هيبقى ماينس اي اس روس مع اتش 1 اتش 1 اللي هي عباره عن 2 كيلو باي على ايتا 1 طيب اي اكس روس اي زد مدي ايه؟ نيجاتيف 1 ماينس اي واي تشيل اللي هي دي بيطلع لي في النهايه ان جي اس 2 كيلو ار على التواصل مفروض ان هي ايه؟ لو حبيت اكتبها كانستنتيس في ايه؟ جي اس وهي مكانها فين عند اكس زيرو فهي حاطط في سبيس ما اعرفش لو هي في سبيس تمام او زيرو بس هي كل حاجه مش حاجه بتجنن على الواي يبقى عندي هنا عباره عن كام؟ هو نفس الفيزور ده عشان نشوف ايه الجيم اللي تشوفه في الجيم بار بتطلع لي 2 اي زي ار على اي طبعا كوزاين اللي هي كان ممكن اجيبها من مين؟ الانستنتينيوس اتش دي هنا. لان انا سبستيوت اكس زيرو واخدها برضه نفس الريليشن دي ان كروس من اتش انستنتينيوس دي جي اس اس. تمام؟ يلا كده نكتب ايه؟ الانستنتينيوس كلام اللي على السبت. طيب في سؤال تاني بقى. البوينتنج فيكتور هو ده مش مطلوب في السؤال بس يعني زيرو عندي وعيد البوينتنج فيكتور زي ما في عندنا الاستنتينيس بوينتنج فيكتور مش هو ها؟ ويبقى عندي ساين بيتا 1 كوزاين بيتا 1
ساين اوميجا 3 كوساين اوميجا 3 الدوت برودكت بي في انستنتينيس بوينتنج فيكتور في انستنتينيس بوينت فور فلو اني انستنت في اكس او اني بوزيشن اكس اه بس الافرج كام؟ زيرو افرج ده ايه بدايت كده؟ جيت اخد الافرج بتاع الكلام ده بس عايز اقول ان دي والافرج بتاعنا هيبقى زيرو او من الفيزيو فين 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 الكلام ده انا باخد ريال باور بتاع الكلام ده فيزيو بلس اتش 1 بوزيتيف ولما كروس وورد في المين روم هيديني كميه ماجري هي الباور بتاعها هيبقى زيرو يبقى الافرج باور فلو زيرو الستاندنج ويف دي يعني لو انت تخيل ايه جاب سايكلين هلاقي ايه؟ هلاقي انها عباره عن الباور ات اني بوينت اوسيليت يعني ايه يعني بمعنى اخر في باور فلو رايح جاي رايح جاي رايح جاي الستاندنج ويف دي بس الافرج زيرو يعني المحصلة في النهاية زيرو بيروح شوية كده بيرجع تاني شوية كده بيرجع وهكذا رايح هو راجع جاي بين ايه؟ ات اني اكس في طبعا نقط تانية بيبقى ايه؟ الباور بزيرو طبعا كان عندها اللي هي النوتس اللي هي عندها الاكس اللي بيبقى في دايما زيرو اول ما بيبقى في دايما زيرو النوتس بتاعت الاكس او بتاعت الجريفن فيلد بتاع الجريفن فيلد بتديني البوينت فيكتور عندها دايما زيرو انما ان بتوين في اوسيليشن بتوين باور الى الاعلى تمام تقدر تخيل ايه اللي بيحصل او المفهوم اللي ايه الاستاذ اللي بيحصل تعالى ناخد ده الكيس الثانيه ان انا ما عنديش بقى نورماليست امال انا عندي ايه بقى؟ انزل نايل على الايه؟ يعني ايه نايل؟ اللي هو مش الحال النايم نازل نازل بايه؟ بانكل على الايه؟ على الانستنت يعني لو قلت مثلا ده الكونتاكتنج بلين وانا عندي انستنس دايركشن طبعا الويف فرونت اتوقع انها حاجه بهذا الشكل تبقى الويف فرونت نازله دي دي فرونت كده الناس اللي دي بتتكلم اللي هيحصل ان هيحصل ريفلكشن برضه الريفلكشن سببه لازم برضه اساتسفاي باوند كونديشن اللي هي الاي تانجنشال على السيرف ده سبب كام زيرو بس عندي في البروبلم دي في الحقيقه عندي حاجه جديده تظهر البلين ويد اللي نازله دي ممكن يبقى لها تو تايبس اوف بولاريزيشن يعني ممكن يبقى فيه يبقى الاتجاه ده كده لو انا مثلا ده نازل كده يبقى كده او يبقى كده او ان جنرال يبقى دي جنرال هي دي شو يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في عندي كذا تايب اوف بولاريزيشن عشان اعرف البولاريزيشن تايب الانستنت ويف والتالي الجيفتد ويف لازم الاول بعرف حاجه اسمها بلين اوف اس ايه بلين اوف اس ده؟ هو بلين يحتوي على الدايركشن اكسترا وعلى النورمال على الانترفيس تمام؟ تعرف اي بلين في الدنيا لازم يعرف تو لاينز انترسكتنج ايتش اذر تمام؟ فتو لاينز انترسكتنج ايتش اذر وان اوف ذيم از ذا نورمال الانترفيس بتوين ده وحسب السيرفس اف دايركشن اند كونتاكتنج باوندري هنا النورمال دوت والدايركشن تاني هو اللي ايه هيبقى لازم تمام البيت انستنس دوت اقدر اركب بقى على البوليزيشن اللي عندي ممكن يبقى البوليزيشن اللي عندي نورمال على البيت انستنس نسمي ده بيربنديكولار بوليزيشن بيربنديكولار بوليزيشن وممكن يبقى الالكتريك فيلد موجود في البلين اوف انستنس نسمي ده ايه؟ ارنج بوليزيشن وممكن يبقى لا ده ولا ده اللي هو في الحقيقه كومبوز فيه الاثنين واحد بيربنديكولار وواحد يعني الدنيا هتكمبوز المود اللازم او الانستنت ويف ليه بيربنديكولار مود وبارلل
يبقى ريزلتنج فيه هو اللي جاي من ده بس. تعالى ندرس كل واحد لوحده الارقام. هو كده اللي في ده فرد من الصفحه اللي في ده فرد من الابلكيشن. لو فلان فرد من ايه؟ ما هو عشان اتكلم على بيرديكولر بتكلم على لينيا. بتكلم على بيرديكولر بتكلم برضه على لينيا. بس ما حدش قال ان انا قادر بيرديكولر بيرديكولر سبيس. لو قادر بيرديكولر 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 مثلا لو ليا نفس الماجنتيود وانجلر فيس شيفت جي هتبقى سيفن. لو بقى ديفرنت ماجنتيود ديفرنت فيس بقى instead the two polarization will describe whatever polarization is. ليه المشكلة دي ما كنتش بكتب بيها في النورمال استنس؟ لأن في الحقيقة لما أنا بنزل نورمال كده أيا كان البولايزيشن باجي أخد البلين بتاعي في الإيه في المحتوى على البولايزيشن ده وأحل البروبلم. فالبيهيفير بتاعي ما بيعتمدش على البولايزيشن تايب اللي نازل فيه. إنما لما بدأت بقى عندي بيك استنس انسنس فايل بقى الريسبونس بتاع الريفلكشن او شوف دلوقتي الريفلكشن بتاع الكونفكتور هيدبند على التايب اوف بولايزيشن اللي عندي. مش حلو؟ تعالى نشوف الكلام ده بقى. عشان نحل بروبلم زي دي هناخد اول كيس هي البروبلم بولايزيشن وعشان نسهل على نفسنا هي بروبلم 3 دي دايما يبقى عندنا دايما تخيل ان الويف نازله ويف رايت كده على كونداكتنج بلين انفاينايت وبيحصل بقى ريفلكشن كايه؟ كبلين ويف برضه والفرونت بهذا الشكل. بس انا عشان حل بروبلم باجي اعمل كروس سكشن كده اللي هو البلين از اللي هو عرفناه قلنا تو دايركشن هو النورمال على الانترفيس ما بين التو ريجنز او التو ميديا والدايركشن اوف از التو دايركشن دول عرفوني البلين ده اعمل زي كروس سكشن كده للبروبلم واتفرج على البروبلم بتاعتي. فلما اتفرج على البلدين في اسنس اللي عندي اهو هيبقى الويف فرونت مالها ده الدايركشن في اسنس هو البلين دوت الويف فرونت مالها نورمال بهذا الشكل. الاسم كده. طيب عشان الباور كونديشن تتحقق ما بين الريجنز دول لازم يظهر عندي ريفلكتد ويف. والريفلكتد ويف دي هتبقى ريفلكشن دايركشن في نفس البلين في اسنس بهذا الشكل. تمام؟ وهيبقى بس مش بالضروره هو انا مش عارف مسبقا الريفلكشن انجل بتاعتي تبقى كام؟ ان جنرال ليتس سي ان انا عندي ريفلكشن انجل ثيتا ار وثيتا اس بهذا الشكل. لو قلت ان اس اند ويف البروزيشن بتاعها بيربنديكولار يبقى ريفلكتد ويف هيبقى البروزيشن بتاعها برضه بيربنديكولار. ليه؟ لان هما الاثنين بيتعاملوا مع بعض عشان يخلوني تنجنشن للايه؟ للكونداكتنج بلين ثيتا. لان لو حصل ان دي عملت اي بروجكت تاني او ريفلكت او اسيوم ان ريفلكت ويف ليها بروجكت تاني غير بروجكت مش هيبقى لك كومبوننت بتاعت التانيه كومبنسيت او كانسلوا عن مين؟ عن زد زيرو. تمام؟ فهنا انزل وين كده من هنا زيرو هنا عنده ريفلكت ويف برضه من الكمبيوتر بروجكت. تمام؟ طيب الوصف بتاع ده هو الوصف بتاع الجيم ويف انزل دلوقتي ما بقاش بالسهوله او بمعنى اخر ما بقاش الدويشن قالوا لي وان اوف ذا اكسيز وان اوف ذا ستاندرد اكسيز كارتيزيان فورم وماده ايه؟ بقى في الحقيقه مايل على الاكسيز دي زي ما مرسوم كده. يعني في الحقيقه محتاج ان انا اوصف الدايركشن اوف اسنس بوصف الايه؟ الويف اللي الجنرال اكسبشن اللي اتكلمنا عنه قبل كده. فاكرين؟ كنا قلنا الويف لو انا عندي ويف وويف يبقى الجنرال دايركشن
o Brady, no jogo da Oeste, o Pena, ele nasce na rua, ele tem. E o limite de liberdade do Brady da Oeste. Aí, talvez, pronto. Ron James, Norman Allen e Guilherme. O bilhete do meu amigo Steve, o sinal que vai ser para a corrida. E a nossa mulher de Guilherme. Ué, aqui. Plus Z cosine theta s. Yeah, and what is the explanation? When p is equal to
هو البرفنديكولار بولاريزيشن هو برايت جاي نورمال على بيف استس اللي هو في الحاله دي اللي هو في الاتجاه الواي بقى في الجزء من الاي عباره عن الاي يعني في الواي ده نورمال عادي تمام؟ اقدر طبعا الاكس بتاع في حاجه زي كده ممكن نكتبه بدايه الاي دي دوت نقول ان هو عباره عن كام؟ 1 اوفر تيتا اي دي خلاص كده فاخد نفس الدايركشن اوف كروس برودكت مع الريكتيك فيلد اللي هنا واقسم اوفر هيت الجاب اللي هنا يبقى الريكتيك فيلد بتاعي الانسر فيلد فلو عايز اجيب الاكس بقسم لي اخد بقى الاول اوفر هيت 1 اي ان اي اللي هي الدايركشن انستنس اللي هنا كروس برودكت مع الاي انستنس اللي هي مكتوبه يطلع لنا بقى الكروس برودكت اللي هنا اللي هو عامل الكروس برودكت ساين تيتا اس اي اكس بلس ديزاين تيتا اس زد ده هيخلينا الكروس برودكت مع مين؟ وصل على الاي واي اللي هي الكلمة هيدينا فيكتور في البلين اكس زد اللي هو الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد اللي هو في البلين اكس زد لازم تعمل ايه تي ام ويف لو الماجنتيك فيلد اتجاه واي يبقى الماجنتيك فيلد لازم في ايه اكس زد ده هو تاني حاجة الدايركشن ده لازم يبقى نورمال على مين؟ على الاي ان ار يعني لو خدت الدايركشن ده على كل دوت برودكت عامل لاي بكام؟ زيرو يبقى زيرو بالظبط ده اللي انت لو حاولت تعمله هيبقى ساين ماينس كوزاين بلس كوزاين ساين يبقى زيرو يبقى ده ايه؟ الاتش اسدر والاي اسدر البرزنتيشن بتاعهم ريجن وايه؟ الجي اسدر او الكلاين اسدر اندر تيتا طيب اقدر اعمل نفس الكلام بالنسبه لمين؟ ريفلكتد وين؟ ايه اللي هيختلف؟ هيبقى ريفلكشن هيبقى عندي انذر بلين وي بس بروجيتنج في تيتا ار اللي عامل كده سايت ذات يبقى الاي ان ار دلوقتي هيبقى في الكومبوننت اللي في اتجاه البوست اكس هتبقى ساين تيتا ار واللي في اتجاه زد هتبقى ماينس كوساين تيتا ار اللي هي ايه؟ بس لو بوينتنج جو ليه ما يجيش في اللي هنا لازم تيتا ار بروجيت كده ما ينفعش ايه اكمل في نفس الدايركشن اللي في الناحيه الثانيه الفيد لازم يبانش كل ده ببص ليه ليفت هاند سايد لازم يبقى لها كومبون هي الاكس من اتجاه الماينس ماشي بديل ايه اتجاه الريفلكشن وبالتالي اعيد نفس الكلام تاني بس بدل ايه هي هتبقى ايه ماينس او سوري ايه ان اي او اتجاه الريفلكشن بتاع الريفلكتيف ايه يطلع لي ايه الريفلكتيف ده الواي بس انا عندي الاكسبريشن هنا دوت برودكت هنا في الحاله دي بتغير جي بيتا 1 اكس ساين بيتا ار ماينس زد ساين بيتا ار اللي هي دوت برودكت ما بين الار وما بين الار صح؟ ماشي؟ نفس الكلام بقى بالنسبه لاكس برضو ان ار كروس بي طبعا كروس برودكت ده يديني فيكتور برضه في اكس زد بس هيبقى ساين بيتا ار زد بلس ساين بيتا ار في اكس برضه مرة تانية الفيكتور دوت لازم يبقى نورمال على الاتجاه الايه؟ الاي ان ار يعني تذكر كلمة الفيكتور دوت الاي ان ار من بره تمام؟ بقى عندي دلوقتي اكسبريشن الايه؟ اللي اسمه كويس والفيكتور دوت يبقى التوتال فيلد فيلد نمبر 1 هيبقى ايه؟ مجموع الفيلد مش كده؟ التوتال فيلد فيلد نمبر 1 هيبقى مجموع الفيلد تحديدا لو ركزت على الاتر فيلد بس يبقى الاتر فيلد توتال اللي هو اي 1 يبقى اي انستنت بلس اي ريفلكتد وايه الاي انستنت اللي احنا وصلنا له ده السايد ديتا انستنت الكوزايد ديتا انستنت وايه الاي ريفلكتد ده اللي بتصير الثيتا ريفلكتد المفروض ايه باوند بوزيشن عند الانترفيس اللي هو الحاله دي زي ما بتصير تنجنشن الاتر فيلد بتصير هو نفس الضغط ما اتغيرش هو ده كونتكت من اول ما عرفناه كان في فيلد فيه نسيان ما نعرفش ليه فيبقى كل الفيلد ده اللي هو كل الفيلد اللي عندي اللي هو عباره عن دي اس بلس دي ار المجموع ده لازم يساوي زيرو عند مين؟ عند زد زيرو يبقى لازم الاي واي كومبوننت يبقى زيرو والاي 1 واي زيرو عند زد كام زيرو لو جمعت التو فيلدز دول وسبستيتد بزد بزيرو
وبقالي مين؟ بقالي كلمة اس تكتب دومين الجي بيتا 1 اكس ساين تيتا اس بلس كلمة ار دومين الجي بيتا 1 اكس ساين تيتا ار تكون يساوي صفر. ده المفروض يساوي صفر فور اني اكس يعني فور وات ايفر بوزيشن اكس هاز تو زيرو. يعني الريليشن دي لازم تبقى اندبندنت على اكس. الايدنتيتي دي لازم تبقى اندبندنت على اكس. عشان الكلام ده يبقى اندبندنت على اكس يبقى لازم الاكسبريشن دي تبقى ايدنتيكال اكسبريشن. طب ما انا اقرا بيتا 1 ساين بيتا اس بتساوي بيتا 1 ساين بيتا ار او ما اعرفش بيتا اس بتساوي كام؟ بيتا ار. بيتا ار. تمام؟ ساعتها الترمين دول هيبقوا ايدنتيكال لبعض، وبالتالي يبقى الكونديشن بتاعي لازم ان هو اي نوت اس بلس اي نوت ار بتساوي صفر. الكونديشن الاولاني ده اللي هو بيتا ار بتساوي بيتا اس ده معروف الفيزيكس اللي هو بنسميه ايه؟ سنيلز لو. فاحنا هنا عملنا ديفيجن سنيلز لو بس من نظري كمان ده من نفس الفيزيكس. عندي تو بلين ويفز وسنيلز لو هو سيمبلي جاي ان انا بابلاي الجامب كونديشن على الميرور اللي عندي اللي هي الدفن كونفليكتد كونداكتور اللي عندي. لازم تجيب ريفكشن انجل تساوي الانسنت سنيلز لو. بسايد دوت لازم الايه؟ البيك بتاع الريفلكتد ويف فوق الفيبريشن دوت لازم بي نوت ار تساوي ماينس بي نوت ار. ده يمكن مش واضح الايه؟ اوكي يبقى دي حاجه زياده على الايه سنيلز لو ودي عشان تحقق بقى الفيبريشن مع سنيلز لو بندوش في الايه؟ الايه تنفيشن بتساوي زيرو. يبقى دلوقتي نفس الكونديشن اللي انا كنت سبته قبل كده باي ذا واي نفس الحاجه. يبقى بي نوت ار تساوي كام؟ ماينس اللي في حاله النورمال اس اكشلي النورمال اس دي سبيشال كيس لما تيتا اس بتبقى كام؟ زيرو زيرو صح؟ طيب لو جيت اشوف بقى التوتال فيلد بقى كلهم يعني ايه في توتال؟ مش واحنا منيح يكون ستة منيح يكون ستة ستة ريحة فينا في الأرض تساوي في الأرض. احنا قلنا دلوقتي عندنا الأيدنتي دي هاز بي ساتسفاي فور أي إكس. تعالى لو دي فور كنت يبقى عندي يعني أي سولوشن ينفع. لما أنا عايز دي اندبندنت على إكس. لو تيتا ار اختلفت عن تيتا ار بتبقى دي فانكشن في الاكس وكانت سيتد افري وير في زيرو. الحاله الوحيده اللي بتخليني دي بتساوي زيرو اندبندنت على الاكس ان الاكسبريشن ده يبقى ايدنتيكال للاكسبريشن. تمام؟ وساعتها الاكسبريشن ده كله يتكنسل يبقى انا عندي لازم تيتا ار تكون مهمه سنين. هي عشان دي تبقى اسمها فور اول اكس. المشكلة اصلا الكونديشن ده راح يبقى عند اكس بزيرو اصلا. مين ايه؟ اللي هو اللي عند زد بزيرو. عند زد بزيرو. فور اي اكس واي. المفروض الكلام ده ساتسفايد عند كل بلين اكس واي عند زد بزيرو. تمام؟ يعني لو عايز اعقدك الدنيا اكتر ممكن ابقى اديك الدايركشن اسنس واخد انجل مع الايه؟ بس لازم ساعتها تبقى جون في اقصى تعقيد بس هي الحاله دي لازم ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى في اللي هو مجموع الفيلدز اللي جايه من الديستنس بلس ريفلكتد فيلد. تمام؟ يبقى عندي في توتال بي اي 1 هي الاي ريستنس بلس الاي اي هصبصير بقى بايه؟ بي نوت ار ماينس نوت اس. يبقى عندي اي اي واي ار زي ما هو وصلت دي تيتا ار بتساوي كام؟ تيتا ار تيتا اس. يبقى عندي ديبندنس مع الاكس ازاي بهذا الشكل؟ واضح الديبندنس بتاع الاكس في الاي اس زي ما هي الايه؟ الاي ار. فاكرين ولا لا؟ الفرق بس الديبندنس بتاع الزد واحده بلس واحده ماينس. وبالتالي لما اجي اجمع الاي توتال هيبقى
الترم بتاع المينس بتاع الاكس كان تيك كوم اللي هو السيموليشن اكس ماينس جي بيتا 1 اكس ساين تيتا اس. بقى لي بس الترمين بتوع الايه؟ بتوع الزياد كوزاين تيتا اس، واحد بلس واحد بالماينس، ومنهم مش عارف ماينس اللي هي تديك 2 جي اي واي اي مود اي ساين بيتا 1 زد كوزاين تيتا اس. اللي هي مجموع الترمين السيموليشن عاملها بالتفصيل ولا لا؟ انا عندي هنا الايه؟ الايه توتال فاليو نفس الكلام بالنسبه للاتش ار والاتش اس والماكس مع بعض، بس في الحقيقه هيبقى التعريف شويه ان انا عندي هنا ما هماش نفس الدايركشن، يعني هيبقى واحد فيهم اتجاه الاي زد والتاني ماينس والتاني هو بتكلم مجمع هلاقي كيرف يديني ساين ماينس يديني ساين الترمين المختلفين دول في الاشاره وترم يدي الكوزاين او العكس. اه بالظبط لا هو يدي دوت اي زد ده يدي ساين والترم بتاع الاي اكس دوت هيدي الكوزاين، يعني يبقى نفس الاشاره بتاع يعني الكوزاين تيتا اس الكوزاين دي دوت زد كوزاين والاكسبريشن ده هو هو برضه تمام. ده ليه؟ ده توتال الكتروني يجي مره والتوتال ما يجيش برضه، هتلاقي لما عندك لما تسيب زد زيرو الاي 1 توتال يجي ايه؟ زيرو. الاتش 1 دي هتديك كومبورت واحده في الزد وواحده في الاكس صح؟ بس لما تقيس تسيب بزد بزيرو ان هي عند الانترفيس بالظبط تلاقي المجموع فيه ملوش غير كومبورت واحده اللي هو هيطلع لك اتجاه ايه؟ اكس اتجاه الاكس. يعني كان يقول المجنتيك فيلد النورمال كومبوننت بتاعته على الكونفيرت كوندكتور في سيزون ودي حاجه متوقعه ولازم غصب عني ما تحصلش في حاجه غلط عندي النورمال باوند كونديشن دايما بتفولو الايه؟ ساتسفاكشن بتاع التنجنشن باوند تمام؟ دي حاجه فرقيه عن الايه؟ الماكسيمم طيب انت عندك اي اسئله لحد دلوقتي؟ الدنيا واضحة؟ تعالي لو احنا فهمنا مبني على حاجات ورا بعض، لو فهمنا يعني ايه دي ام ايه دي ام ايه نفهم يعني ايه نبني او مفهوم ريفلكشن اللي هو فور بوزيشن بي اس ريفلكتد ليه دي ام ايه وازاي الاثنين بيتجمعوا على بعض دي ستاي باوند كونديشن هنوصل للنتيجه كلها للفريك فلو ماشي؟ تمام مع بعض